الكتاب كنز لا يفنى شعار سيلة 2017، غير أن هذا الكنز لم يغر السياسيين، حيث سجلت كاميرا الشروق غيابهم في اليوم الثاني من الصالون. فرغم أهمية العناوين المعروضة بين أجنحة الصالون، إلا أن الفاعلين في الساحة السياسية اختاروا الغياب. والله بصراحة أنا في رأيي أن السياسيين عندنا يعني الأغلبية تاعهم ما عندهمش اهتمام بالثقافة وبالفكر، يعني صراحة يعني لو كنشوفوا نزول الوزراء تاعنا نلقاو يعني كاين واحد مجموعة تاع ثلاثة ولا أربعة اللي يهتموا يمشيوا للمعارض ما كانش إقبال كبير على يعني تاع النخبة تاعنا يعني تاع السياسة. هذا مما يؤكد باللي ما عندهمش اسم اهتمام يعني بالثقافه تقريبا. وزير الثقافه عز الدين مهوبي رفقه زميله في الحكومه وزير الرياضه الهادي ولد علي صنعا الحدث في اليوم الثاني من الصالون بعد ان اختارا الحضور كزوار دون بروتوكولات، زياره اثارت انتباه الحضور. انا كمواطن بالدرجه الاولى مثل ما قال لك من حقي واني كتب نقتني طبيعي جدا، هذه فرصه لي يعني نقتني ويوم عطله والسياسي ايضا يشتري الكتب تاعو، بعض كتب التاريخ، بعض كتب السياسيه، بعض الكتب اللي تدخل في قطاع اللي يسير، وهذا من الطبيعي، العلم ما عندوش حدود. شعب يقرا شعب لا يجوع ولا يستعبد، وسياسيون بلا كتاب لا يمكنهم امتلاك نظره استشرافيه للمستقبل. هي إذن دعوه لاهل السياسه لحضور فعاليات صالون الكتاب في طبعته 22، على الزياره تكون محطه لاكتشاف كتاب.